أن ذكر الله حياة. حياة، بس مش حياة الأجساد، لأن حياة الأجساد بتقوم على إيه؟ على الأكل والشرب، دي غذاء الجسد زي العربية ما هي بتمشي بالوقود، لكن ذكر الله حياة للقلب. قلبك يبقى حي. ده النبي صلى الله عليه وسلم كده عند الإمام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. الفرق بينهم إيه؟ قال: كمثل الحي والميت. يعني أنت لو ما بتذكرش ربنا أنت حي بجسدك، لكن قلبك إيه؟ ميت. لأن غذاء مادة القلب هي ذكر الله، هو ده الطعام والشراب اللي بيعيش عليه القلب. إذا ما غذتش قلبك بذكر الله صار قلب ميت في جسد حي لا قيمة له، لأن الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى أجسادكم. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أنت عارف ذكر الله طمأنينة. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده دي السعادة الحقيقية. القلب المطمئن قلب سعيد. السعادة مش ان انا اجمع الاموال ولا اجمع الوظائف ولا التجارات ولا البيوت ولا العمارات، ابدا. لا تشعر بالسعادة واسأل الذين ابتلوا بذلك، لكن السعادة الحقيقية هي قلبك ان يكون عامل بذكر الله. حتى وانا فقير، حتى وانا فقير، حتى وانا مريض، حتى وانا مريض، السعادة الحقيقية في القلب. قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعرف يكفي ان انت لو ذكرت الله، لو ذكرت الله ذكرك، عايز ايه اكتر من كده؟ الله عز وجل في عليائه وفي ملائه الاعلى يذكرك انت. ازاي؟ لما انا اذكر الله عز وجل، لما اقعد شويه اقول سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله، هذه الكلمات تخرج منك وتصعد الى السماء، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تصعد هذه الكلمات عند الله تحت العرش، لها دوي كدوي النحل، فيذكرك الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فاذكروني اذكركم. شوف، مقابل ذكرك لله الله يذكرك. يقول لك كما في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي، ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. عايز ايه اكتر من كده؟ من فوائد الذكر، تعرف ان الذكر دوت حماية ليك من الشيطان. هو الحاجز ما بينك وبين الشيطان هو ذكر الله تبارك وتعالى. الشيطان توعد لبني الانسان وقال: فبعزتك لأغوينهم اجمعين. عداوة. ازاي احمي نفسي؟ احمي نفسي بذكر الله تبارك وتعالى. كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل من خرج العدو في طلبه مسرعا فآوى إلى حصن حصين فمنعه الله عز وجل منه. شوف مثل الذكر عامل زي ايه؟ الذكر عامل زي وقاية ليك من الشيطان. خرج الشيطان مسرع في طلبك، انت تتحصن بايه؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعرف من فوائد الذكر ان انت بتكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. مين مننا يتحمل حر يوم القيامة حينما تدنو الشمس من رؤوس العباد؟ لا ظل في هذا المقام الا ظل عرش الرحمن. اسمع، عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. رقم سبعة ده ايه؟ قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل اخلص في ذكر الله وارتقى الى مقام حتى صار في ظل عرش الله تبارك وتعالى.
كفايه قوي ان انت لما بتذكر ربنا انت بتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمتثل به. لان عائشه رضي الله عنها قالت في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رجل ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الترمذي، قال يا رسول الله كثرت علي الشرائع، يعني الأحكام كتير علي، دلني على عمل أتشبث به، عايز حاجة تبقى طوق نجاة ليا أدخل بها الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ده العمل البسيط اللي مش يكلفك مجهود لكن يؤدي ايه؟ يؤدي بك الى الجنه. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر